صباح الخير، صباح الخير شباب صبايا. صباح النور دكتور. الوضع لا يزال عندنا يعني مش تحت السيطرة، بس مش مشكلة، آخرتهم بخلص. المرة اللي فاتت حكينا عن الأسئلة. في حدا عنده سؤال عن أي شيء؟ عن أي شيء؟ لما أقول أي شيء يعني مش بالضرورة بيئة. حكينا عن الـ SQA tasks المرة اللي فاتت، والبلانز، عناصر البلان، audits، education، recording the bugs and following up statistics. كل هذا الكلام شو هو؟ اليوم بدنا نربط الموضوع اللي حكيناه كله من اوله لاخره بالسوفت وير، وكيف علاقه الكواليتي بالسوفت وير بالضبط. زي ما حكينا، السوفت وير ديفلوبمنت لايف سايكل اللي هي requirements design implementation testing maintenance، هدول شو احنا بدنا ناخذ منهم عناصر دائما تكون موجوده بحيث انها تكون excellent indicators ل الكواليتي. منيح، كيف بدي احدد انه هل الريكويرمنتس كواليتي ولا مش كواليتي؟ اكيد في مقاييس ولا لا؟ طيب كيف بدي احدد الديزاين كواليتي ولا مش كواليتي؟ برضه اكيد في مقاييس. الكود كواليتي ولا مش كواليتي؟ برضه في مقاييس. فاليوم بدنا نربط هدول اللي هن شغلنا الرسمي والحقيقي واللي تعلمناه على 5 سنين مع الكواليتي كونسبتس. كيف بدك تشوف شو هن؟ What are the factors that affect each step of the SDLC Software Development Life Cycle? What are the factors that are mapped to quality concepts? فبيجي عندك جدول، هيات الجدول. طيب هذا الجدول بربط لك الجول اي ريكوايرمنت، الاتريبيوت اللي هي شو هي الفاكتور اللي جواتها، وهون كيف انت بتقدر تحدد من شغله شو العنصر او الاشي اللي تربطه معه. وهذا بنكا سيطلع نمبر اوف تايم اشياء بتنكاس. وصلت الصوره؟ هل وصلت الصورة؟ دكتور نعم صح، يس قلت آه يس. دكتور أما هي أول إشي اللي هن أول 10 ثانية بتروح في النت، بعرفش ليش. المهم هذا هو، يعني عشان هيك أصريت رغم كل الصعوبات إني أفتح وأشبك معاكم اليوم، لأن هاي المحاضرة هي اللي بتربط كل الحكي والبرم اللي أخذناه مع شو إحنا بدنا نعمل بالسوفت وير. طيب زي ما حكيت لكم انا قبل، انت هلا لما تتخرج من هون ما انت مش خبير يعني انت بهاي القصص، يعني شو بعرفك انت تعد شو ولا تتبع على شو مشان تحدد انه كواليتي ولا مش كواليتي. انا بطمنك هذا مش شغلك، مش شغلك انت، بس منيح انك انت تكون تعرف مشان حتى لو الشركه اللي اشتغلت فيها ما فيهاش كواليتي انت تكون عارف شو هن الكواليتي فاكتورز. تمام، يعني ما بصير يجي يقول لك بديش درجة الحرارة تزيد عن 50 مثلا، ما بدي درجة الحرارة تزيد عن 50. طيب مش ريكوايرمنت هاي. شو يعني بدك اياها تزيد عن 50؟ يعني بدك اياني امنعها انها توصل 50، ولا بدك اياها على 50 توقف، ولا بدك اياها اذا صارت 56 اعطيك ايرور، واذا صارت 100 اعطيك ايرور اكبر؟ هذا بنسميه فيج ريكويرمنتس، فيج مش واضح. انت بجوز بالنسبه لك اما قلت لك بديش درجه الحراره تكون اكبر من 50، واضحه يعني ولو شو استسلم منها، تفضل برمجها يا سيدي. انت ولا مين مكان ما بتقدر تبرمجها لحد ما تفهم مني احد ال3 اسئله اللي سالتك اياها. يعني ماشي، فهذا الكلام
تم تطبيق الكواليتي فاكتورز على السوفت وير ديفلوبمنت لايف سايكل، سموهن جولز اتريبيوتس ومتريكس. جولز اتريبيوتس ومتريكس، حتى نشوف في الريكويرمنت كواليتي شو الجول. ذا كوركتنس، كوركتنس يعني كوركت ريكويرمنتس، كومبليتنس، يعني كان كومبليت ما فيش شيء ناقص، اند كونسيستنسي متناغمه مع بعض. كويس؟ اذا كانت كوركت كومبليت اند كونسيستنت، موست لايكلي يور كود ويل بي كوركت كومبليت اند كونسيستنت، اذا كانت الريكويرمنت وضعها. اذا لاحظوا لي شغله الريكويرمنتس، هاي الريكويرمنتس شو بتقدر تعملها انت تشيك مشان تعرف انها كوركت؟ شو بتقدر تعملها تشيك مشان تعرف انها كومبليت؟ شو بتقدر تعملها تشيك مشان تعرف انها كونسيستنت؟ ما بتقدر، بتقدرش. بدك تكون خبير في هاي القصص، بحيث انك انت لما تقرا السوفت وير ريكويرمنتس تحدد انها هاي ناقصه هيك، هاي زايده هيك، هاي ناقصه هيك، هاي زايده هيك. هذا الحكي من وين بيجي؟ بيجي من اكسبيرينس في الموضوع نفسه. فانت كديفلوبر مش مسؤولين، هاي مسؤوليه السوفت وير اناليست. وممكن انت بعد 5 سنين 10 سنين من الشغل تصير اناليست، لكن at this point you are not, you will not be. تمام؟ إذا ربطنا الـ requirements، بدنا نشوف هل هي correct, complete and consistent. SQA، الـ SQA مش سامع عوض المبرمج، لا. Must ensure that the software team has properly reviewed the requirements model to achieve a high level of quality. إذا مسؤولية الـ department تبعت الـ SQA إنها يكون عندها حدا يتحقق من هاي القصة. هذا اسمه verification، ما اسموش validation. شو اسمه؟ verification. انا بدي اتاكد يا عم، بدي اشوف هل هي complete، هل هي correct، بس هذا اسمه validation. إيه، عفوا عفوا، هذا اسمه verification. verification في جميع المراحل، ال validation في مرحلة requirements اللي هي بسموها انتو testing. good design quality. شو يعني ديزاين كواليتي؟ انت لما تعمل ديزاين شو بالضبط بتساوي؟ يعني لو اعطيتك انا ريكويرمنت قلت لك بديش درجه حراره الفرن تزيد عن 50، شو بدك تعمل له ديزاين؟ شو بتعمل ديزاين؟ ايش يعني ديزاين؟ انا اعطيتك ريكويرمنتس بدك تعمل ديزاين، وات از ذات؟ ممكن نعمل داتابيس ديزاين او سيستم ديزاين للكومبوننتس تبعته او انتجريشن ديزاين، حلو، كيف بدي اربطه مع سيستمز تاني. مظبوط. داتابيس ديزاين هاي واحدة من الشغلات. اذا الديزاين بتعمل ديزاين للداتا، مظبوط، بتعمل ديزاين للاستراكشر، كنترول ستراكشرز، صح ولا مش صح؟ انه اكمل لوب، اكمل اف ستيتمنت، اني داخل في اني اكمل، قديش الكومبلكسيتي تبعها. كمان تعمل ديزاين للكلاسز تبع هناك، تعمل ديزاين للانتراكشن بتوين الكلاسز. هذا كله اذا ما كانش عامله بمرحله الديزاين ان شاء الله بالكودينج بده يزبط، مستحيل. تمام؟ فالديزاين كواليتي كثير مهمه. انا اللي بده يتحقق منها الاس كيو اي. طب الاس كيو اي، ما انا قلت لكم انه الاس كيو اي في ديبارتمنت ثاني، يعني انا بدي اتحقق منها، مش في ديبارتمنت ثاني يعني مبنى ثاني، لا. يعني هو الاس كيو اي مش شغلته يجي يفتح يشوف الاف ستيتمنتس تبعتك، انا بيعملها هاي الشغله. كواليتي كنترول. لا، مش كواليتي. الكواليتي كنترول بتاكد انه نتيجه العمليه صح. مين اللي بيعمل هاي العملية؟ انه يتشك وراك يشوف انه اللوبس والاف ستيتمنتس تبعتك كويسات ولا لا. طبعا هذا لو سألته لأي واحد يشتغل 3 أيام جواب بديهي. your peer, your friend, your colleague، الزلم اللي بيشتغل معك هو اللي بيعمل هاي الشغلة، اللي بسميه ريفيو، peer review. تبع الكواليتي كنترول شو بتاكد؟ بتاكد انه صار في بير ريفيوز بس، عرفت؟ اما ملوش يتدخل يعني شو المحتوى، لانه بجوز بيعرفش كودينج اصلا، مش ضروري يعرف كودينج.
خلينا نقرأ لكم إياها. Every element of the design model should be assessed by the software team to ensure that it exhibits high quality and that the design itself conforms to requirements. بدنا نتأكد إن كل شيء requirements driven. الـ SQA looks for attributes of the design that are indicators of quality. بدور على الـ attributes اللي هن بيكون المؤشر للكواليتي، بتأكد ان هدول معمولات بالنسبه له هو معمول هذا الشغل. من ضمنهم بير ريفيو وفورمال ريفيو. البير انفورمال ريفيو هذا بتعمله وانت بتشرب قهوه. الفورمال ريفيو لا، بده يكون في مانجرز، وممكن هو هذا الاس كيو اي يبقى معه. واذا هاي البروسيس شغاله صح ضل، ما بدي اكثر من هيك في الديزاين. هلا نيجي للكود كواليتي. الكود كواليتي اولا اللي بده يعمل له ريفيو، بده يعمل له انتجريشن، بده يعمل له امبلمنتيشن، حتى بده يكون مبرمج. اذا الاس كيو اي هون دوره برضه قليل، شو بده يساوي لك يعني اس كيو اي؟ سورس كود اند ريليتد ورك برودكتس، يعني اللي هن must conform to local coding standards and exhibit characteristics to facilitate the maintainability. ومش عارف شو الكود اللي انت بتكتبه لازم يتبع الستاندرز. بس مشان اضمن انك الكود اللي كتبته بيتبع الستاندرز، لازم حدا يدقق عليك. اللي بده يدقق عليك هذا بيكون يعرف كود، انا اذا زميلك وانت بدك تدقق عليه، فهذا بنسميه احنا peer review. منيح؟ اصلا اذا انت بتورجي الكود تبعك لغيرك على طول على طول بتستفيد، لانه لما يكون مخين بيشتغلن احسن من مخ واحد. واللي جربوا فيكم الاي تريبل اي اكستريم ولا الاي اس الاي سي ام بيعرفوا هذا الحكي. طيب شو بيعمل الاس كيو؟ الاس كيو اي should isolate those attributes that allow a reasonable analysis of the quality of the code. الاس كيو اي باخذ الريزلتس اللي بتطلع او بيستخدم تولز مشان تطلع له ريزلتس تقيس هاي الكواليتي. ماشي؟ طيب كواليتي كنترول افكتفنس. اذا في عندي ريكويرمنتس ديزاين كود، بعديها شو بنعمل؟ بنروح وين؟ على التستنج. كواليتي كنترول افكتفنس. سوفت وير تيم شود ابلاي ليميتد resources in a way that has the highest likelihood of achieving high quality standards or high quality results. SQ analyzes the allocation of the resources for reviews and testing to assess whether they are being allocated in the most effective manner. يعني بس نتأكد انه كل شيء ماشي صح بالنسبة له، مش بالضرورة يدخل في عناصر كل واحد فيهم. كويس؟ طيب الـ SQA يعمل الـ process هاي والـ procedure هاي، أنتجت metrics موجودات في التيم. هاي المتريكس حتى التيبل يعني حتى رقمه، يعني أنا كثير مرات بجيب بالامتحان برقمه. figure 21.1 اوكي طلع لي في عندي الجول ريكويرمنتس كواليتي ديزاين كواليتي كود كواليتي كيو سي افكتيفنس. يعني حتى هو الديبارتمنت تبعته بده يكون عليها كواليتي. ثلاث اثنين عفوا اتريبيوتس. بالنسبه للريكويرمنتس كواليتي، انت لما يكون عندك ريكويرمنت بيجي قلت لك انا ريكويرمنت انه ما بديش درجه الحراره تكون اكثر من 50. واضح ولا ambiguous؟ لما اقول لك بديش درجة الحرارة تكون اكثر من 50، يعني اكثر من 50 ما بدي، ممنوع بصيرش. واضح ولا ambiguous؟ شو معنى ambiguous؟ غامض. أنا مفترض غامض. واضح ولا غامض؟ clear, complete, understandable ولا ambiguous؟
انا بقول ambiguous، انتوا بتقولوا منيح صح انه اف اكس اكبر من 50. لا غلط، مش منيح، مش واضح، بسبب انا حكيت لكم اياه بدايه المحاضره. بدك درجه الحراره توصل 50، يعني بدك اياني امنع السيستم يوصل درجه الحراره 50، ولا بدك اياني لما توصل 50 اطفي، ولا بدك اياني لما يوصل 50 اعطيك تحذير، ولا اذا وصل 50 و60 و70 مسموح بس انا بعطيك تحذير؟ اني من هنا لو كل واحدة منهن بروجرامينج شكل، بقبلش انا اخذ ريكويرمنت زي هاي. منيح. ف بالنسبه للامبيجيوتي للريكويرمنتس ككل ككل، بيجي الاناليست بيقراها، اذا لك جمل زي او كلمات زي هاي، many large human friendly soft fine gray، شو هدول الجمل ايش يعني قصدك فيهم؟ بدك تحدد، بتقول انه لما تقول لي many، قديش يعني many؟ انت كمبرمج شو يعني many؟ ايش يعني 17 many ولا 30 ولا 1700 ماني ولا مليون؟ حكي فاضي مش مقبول. بحدد، مش شغلة المبرمج، هاي شغلة اللي بيعمل ريكويرمنتس. اثنين، كومبليتنس. كومبليتنس يعني بيقول لك انه هذا الفانكشن مثلا تو بي ديتيرمند، تو بي هاي تي بي دي وتي بي اي، تو بي اسايند يمكن او شيء زي هيك، انه بتحدد مين اللي بده يشتغلها، وهي تتحدد هي تفاصيلها بعدين to be determined، انه وين انت بدك تتحدد. ممنوع ممنوع، بدها تكون complete. understandability يعني هل هي مقسمة حقيقة ولا هي فقرة مكتوبة بصفحة معبية؟ هذا الحكي requirements quality. volatility يعني هل هاي الستاندردز او هاي الريكويرمنتس اللي احنا بنشتغل عليها بتتغير كل يوم، ولا كل ما القي بالكاستمر بروح بغير لي شيء، ولا هي ثابته منيحه؟ تمام. نمبر اوف تشينجز، هذا كله بنحسب وبتسجل. اوكي. بعدين الوقت تبعه، تايم اللي هو باي اكتيفيتي، وين تشينج از ريكوايرد بتسجل. غيرنا هون والكتب بدها وقت، غيرنا هون والكتب بدها وقت، صار عندي 15 تغيير. هذا كلياته بتسجل. وانديكيتور اوف كواليتي ريكويرمنتس كواليتي. ومع الزمن بصير اللي بيعمل ريكويرمنتس اكسبيرينس عنده هائله جدا، لدرجه يعني هلا زي ما انا قلت لكم، انت صفنت، بقول لك بديش درجه الحراره توصل 50، قبلت انت. لا مش مقبوله. شو قصدك بديش توصل 50؟ يعني اخلي السيستم من جوا بس يوصل لعند 50 وخلاص، هاي الماكس تبعه، ولا اخليه لما يوصل 50 يطفي، ولا 100 سؤال؟ ما بينفعش يعني انت تاخذ الموضوع وتروح تبدا تبرمج، فبدك تحلل جميع جوانبه، وهاي اللي هي سبب نجاح او فشل التيمز اللي بدخلوا في المسابقات. بفكر حاله فهمها. ليش؟ لانه هو فصلها على قده، بديش اياها توصل 50، خلص اذا صارت فوق ال 50 اطفي. مين قال لك اطفي؟ ما قال لك اطفي، بجوز مسموح تصير فوق ال 50 بس اعطي تحذير. اوكي. تريسابيليتي، شو يعني تريسابيليتي؟ يعني هل السكشنز هذول اللي موجودات في الريكويرمنتس هن سكشنز حقيقيه كمان في الديزاين وفي في الامبلمنتيشن؟ يعني مثلا اليوزر انترفيس از تريسابل تو ريكويرمنتس صح؟ ارجع بتلاقي يوزر انترفيس، بتروح بتلاقي المبرمج كتب يوزر انترفيس وكذا كذا كذا. هذا الحكي كويس، مش يبقى كلياته شك في واحده، فيش في شقه، فيش في سكشنز، سكشنز كثير مهمه. بعدين موديل كلاريتي، هاي الموديل كلاريتي تتذكروا اليوز كيس دايجرامز؟ اليوز كيس دايجرامز خدتوا سوفت وير انجينيرنج؟
يوز كيس دايجرام سوفت وير انجينيرنج يو ام ال. انت بتطلع على اليوز كيس دايجرام تفهم منه وبتكون عندك واضحه الصوره، فقديش في عندك انت موديلز، هذا الحكي بنكاس برضه. طب اليو ام ال هاي اليوز كيس دايجرامز هل هي بمرحله الديزاين ولا الريكويرمنتس؟ requirements requirements بالضبط requirements. انت بدك اليوزر اللي هو الستيك فيجر، هذا الزلمه اللي راسه دائره وايديه وجري شحطتين، هذا الستيك فيجر اللي هو الكيس، شو هن الشغلات اللي بقدر يعملها؟ اي، فهذا طبعا بريكويرمنتس. الموديل كلاريتي نمبر فيو ام ال موديلز ديسكربتيف بيجز الى اخره. طيب نيجي للديزاين كواليتي. الديزاين كواليتي هلا بدنا نخش في موضوع اللي هو المودلز والستراكشرز والى اخره. هاي الجود الاتريبيوت تبعه، اول واحد architectural integrity، يعني the existence of architectural model. في مودلز انت تتبعهن في الديزاين، اوكي، الاركيتكتشر اللي انت بدك تستخدمه، مثلا انت بدك تستخدم اوبجكت اورينتد ديزاين ولا بدك تستخدم ستراكشر ديزاين ولا بدك تستخدم ويب دريفن ديزاين ولا داتا بيس دريفن ديزاين، انت حر، يعني كله بيزبط، كله بيزبط بالاخر، تمام. فانت تتبع شيء، يعني ما تخترعش شيء جديد، خلاص ايش الموجود متفق عليه اعمله. اذا لزمك انه مثلا هذا ما كفكش بدك تعمل ديزاين جديد، اعمل، بس بده يكون في بير ريفيو، ما تعملوش لحالك. اثنين، كومبوننت كومبليتنس، لازم ديزاين يكون كومبليت 100%، فيش ولا شيء ناقص. يعني هاي الاسئله اللي سالتكم اياها هسه قبل شوي، انت جيت فوق بتقول ما بديش درجه الحراره توصل فوق ال 50، هون بيمسكوك بقول لك نعم، ايش يعني قصدك؟ شو يعني قصدك بديش اياها توصل فوق ال 50؟ هون بنسال السؤال، والمفروض ينسال من عند الريكويرمنتس، يكون شاطر اللي بيعملهم، بس لا هون بنسال كمان، بنمسك كمان مره. فبتلاحظوا انه كل ما تنزل داون داون داون، اي شغله بتفلت بتنمسك بالليفل اللي تحته. يعني حتى لو فلتت واحدة من هون تنمسك هون، حتى لو فلتت واحدة من هون تنمسك هون، إذا فلتت واحدة من هون بق بتصير بق، تعمل فيلير، بتكون مشت على هدول وعلى هدول وعلى هدول. أوكي، component completeness number of components that trace to architectural model اللي هو فوق، وال complexity of the procedural design، يعني ال complexity أكم من if statement وأكم من loop. بعدين interface complexity، هاي كثير مهمة، ال interface اللي هو ال user interface وال functional interface الجهتين، قديش في عندك interfaces وتعقيدات، وشو ال levels اللي بتعتمد على شو، لازم يكون واضح في هاي المرحلة، تمام. باترنز مش عارف بالضبط شو قصده في باترن زون، اللي هي نمبر اوف باترنز يوز، يعني مثلا اذا في عندك كلاسز هيك بتوقع، يعني اي دونت ريلي نو وات هي مينز هير، بس هيك بتوقع انه مثلا في عندك انت كلاسز ستودنت وتيتشر ومش عارف ايش، في انتراكشنز بتوين ذم، اكم من انتراكشن، يعني اكم من فانكشن هو انتراكشن موجود بينات الستراكشرز اللي انت استخدمته. اوكي، but again I am not sure, very sure. نيجي للكود. الكود كومبلكسيتي اول واحده حاط لكم اياها كود كومبلكسيتي، اللي هي شيء اسمه سايكلوماتيك كومبلكسيتي، هذا في عليه تشابتر باخر الفصل، بس بنحسب قديش في نمبر اوف باثس تقدر تمشي فيهن في الكود تبعك، بس هاي اسمها سايكلوماتيك كومبلكس، يعني اكم من فور لوب، اكم من اف ستيتمنت، اكم من جمب، اكم من كونديشن، كل واحده منها بتؤدي لطريق. على سبيل المثال اذا عندي اف ستيتمنت، يعني اف تمبريتشر جريتر ذان 50، اكم احتمال لها هاي؟ if temperature greater than 50 كم احتمال لها؟
طيب يا إما ممكن أكبر من 50 يا أقل من 50. اثنين الاحتمالين، يا ترو يا فولس، هذا القصد. اثنين المينتينابيليتي. المينتينابيليتي لها علاقة بالديزاين تبع الكود، بحيث اسمع شو الديزاين to your code so that it is easier to come back and change it and fix it and update it. مكتوب بطريقة انت لما ترجع له مرة ثانية يساعدك. فهون مهم جدا الكومنتس، كومنتس تكتب، مهم 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 جدا. بنحسبين الكومنتس، بنعدين بالوحدة. ثلاث understandability، يعني من حيث الـ understandability، أنت لما تكتب كود وتيجي تقرأ الكود وين في كومنتس أنت بترتاح، صح؟ لأنه ما فيش داعي تقرأ الكود وتترجمه في مخك، بتقول آه هذا الكود بيعمل هيك، آه هذا الكود بيعمل هيك، آه هذا الكود بيعمل هيك، سهل للفهم. تمام؟ بنيجي لهاي variable naming conventions، يعني بتعرفوها واكيد حكوا لكم اياها كل الدكاتره اللي علموكم برمجه. يعني عيب الواحد يستخدم فيريبل اكس اسمه اكس وهو يبقى يعني في سالاري، ولا يعني في توتال، ولا يعني في سم، كان اكس انت لحالك طبعا هذا اكس في راسك بتعرف انه هو هذا اكس هو السم، عيب. ولا شو نعمل؟ لا، بدك تسمي تسميات حقيقيه تدل على شو هو الفيريبل. وهذه مش شغله صعبه يعني، يعني واللي بيعملهاش ولا عمره بتوظف اصلا. انت بدك تكتب variables حسب المتفق عليه. النقطة الرابعة او الاتريبيوت الرابع reusability، الكود تبعك بدك تكون حاط في عين الاعتبار انك ممكن تستخدمه مرة ثانية في بروجكت ثاني، في برنامج ثاني، فبده يكون مسكر. البرسنتج اوف reusable كود هاي بتوفر على الشركة شغل كثير فيما بعد. اوكي، والدوكيومنتيشن، دوكيومنتيشن هاو ريدبل از يور كود، يعني كويس مش كويس، حلو مش حلو، مرتب مش مرتب. عندي قصص مليون عن هذا الشيء لاني انا اشتغلت في نص مجموعه من الناس، في منهم اكبر مني ب 20 سنه وانا بكيت اصغر واحد فيهم، فعندي قصص بتخوف من هذا الموضوع. لدرجه انه في شركة IBM في أحد المشاريع تبعتهم يبقى اللي مكتوب في الصفحة، صفحة الكود، اللي مكتوب بالصفحة 5 أسطر كود والباقي كلياته كومنتس وابروفلز، موافقات، انه اه صح اتفقنا يس. اي تغيير في اي سطر من هذول الاسطر الكود بيؤدي لتغيير في 20 او 30 شغله الليفل تبعهن اقل. فكل سطر يعني بده بجوز 10 اجتماعات ليتفقوا على تغييره. سطر كود. تمام؟ كيو سي افكتفنس. الكيو سي افكتفنس الكواليتي كنترول هنا تاسكس عاد هسه، مش انه ريسورس الوكيشن، قديش وقت انصرف على الموضوع هذا، انه قديش قعدنا نحن نعمل تيستينج، قديش كم من واحد اللي اشتغلوا تيستينج، كم من بق طلع عندنا، وهكذا. فمثلا عند الاتريبيوت ريسورس الوكيشن اللي هو توزيع الناس، ستاف اور برسنتج بير اكتيفيتي، قديش اخذت وقت من الناس والساعات. ستاف اور يعني هاي بيضربوها، بكتبوا مان اور، صح؟ مضروب. يعني مثلا اذا انا سامي عوض اشتغل باليوم 8 ساعات، يعني انا عندي الورك برودكت تبعتي 8 مان اور، 8 ساعات 1 ضرب 8. طيب اذا احنا بالكليه الهندسه 30 وال 30 اشتغلوا 8 ساعات، كم مان اور عندي؟ 30 ضرب 8 اللي هم 240 مان اور. هاي هيك تنحسب الامور. بس هذا المان اور حقه مصاري. المان اور في شركات بيكون $100، في شركات بيكون 200، في شركات بيكون $300، في شركات بيكون 600 مان اور.
كومبليشن ريت، قديش نسبة الكومبليشن؟ والله صرنا مخلصين 60% من المشروع، 40% من المشروع، وهكذا وهكذا. ريفيو افكتفنس، الريفيو زي ما حكينا قديش نسبة الريفيوز اللي انعملت، المتابعة والاوديت تبع الريفيو، هل تم تطبيقه ما تمش تطبيقه يعني. بعدين تيستينج افكتفنس، التيستينج افكتفنس هسه نتيجة التيستينج شو بتطلع معي؟ بتطلع معي باجز، قديش هدول الباجز؟ قديش منهن لازم نصلح بهاي الفترة؟ قديش منهن مهم؟ قديش منهن مش مهم؟ وهكذا. طلع number of errors found and criticality. ايش يعني criticality؟ critical معناها شو؟ أرد جزء أو حساسية. حساسية. قديش مدى الأهمية تبعتها؟ يعني إذا هاي البق ما تصلحتش فيش عندك سوفت وير، أو إنها مثلا في اليوزر انترفيس إيزي بسيطة مش كريتيكال. يعني تخيل عندك بق في اليوزر انترفيس مثلا مس سبيلينج، أنت بدل ما تكتب سكرين كاتب سكرين مثلا، هاي كريتيكال ولا مش كريتيكال؟ مش كريتيكال، مش كريتيكال، not at all critical. انت كاتب بدل سكرين كاتب سكرين، لا بتأثر على فانكشناليتي ولا مش كريتيكال، بس لازم تتصلح. لازم تتصلح بس مش كريتيكال، بتأثرش على الفانكشناليتي ولا على اي شيء، لكن هي بق ولازم تتصلح. فقبل ما يصلحوا هاي البق اللي هي الصغيرة والتافهة، لا بروح بصلحوا القويات اللي كانوا، بضيعوش وقت على هاي بالاول، عرفت كيف؟ بس على طول على كل بحطوا لها واحد اساين تو، لما يخلص الكريتيكال بيجي لها، ما خلصت ليش بيجي لهاش بالمكتب، بوصلهاش. مع العلم تاخذ 3 دقائق. اوكي. هلا هذا الحكي كله هون احنا كثير مهم عندنا، في عندنا تشابتر كامل بيحكي عن الباجينج والديباجينج والتراكينج الـ effort required to correct an error، قديش قعد وقت المبرمج وهو يصلح في هذا الـ error. مش بس المبرمج، والتستر لما رجع له اياها وعمل لها verification انه correct yes. على فكره اسمها verification، مكتوب فوق في الـ في الـ bug sheet verified by. البج الواحد بنعمل لها verification. السوفت وير كلياته بنعمل له validation. وصلت؟ وصلت. هذا هو الجدول اللي بربط الحكي تبع الكواليتي بالواقع تبع المبرمجين. بتأمل يعني تحفظوا موقعه وترجعوا له لما تشتغلوا، مشان تعرف انت شو اللي بدك تشتغله وليش. طيب احنا بنعمل هيك، طب ليش بده اياني انا اكتب كومنتس؟ ليش اكتب كومنتس؟ ما انا فاهم الكود، هذا الكود تبعي وانا فاهمه، مش على خاطره بالشلوط برا، بجيبوا حدا ثاني غيرك مشان يكتب كومنتس بس الشغل التافه اللي بدك تعمل. تمام تمام او بيجي واحد بيقول لك انا مش مستعد اورجي الكود تبعي لاي حد، ما يمكن اسمح له يشوف الكود اللي انا كتبته برضه بالشلوط يلا برا. يعني انت لا بدك تعلم ولا بدك تتعلم، شايف حالك ملك. ما بصبر، بكفي اليوم، يعطيكم العافيه. في حد عنده أي سؤال؟ أي سؤال؟ لسه ضايل معانا 3 دقائق لتخلص الحصة. أوكي، باي.